لو مفكر تبدأ بالاستثمار العقاري في الإمارات ومش عارف من وين تبدأ، خليك معي للنهاية. معكم ليث بعاج من شركة هانت أنتارس العقارية في رأس الخيمة. تشهد إمارة رأس الخيمة انتعاشا كبيرا في المجالين السياحي والعقاري، ولهذا من أفضل فرص الاستثمار هي الاستثمار في الشقق الفندقية. نحن متواجدين اليوم في فندق الحمرة بلس. يعد هذا الفندق كمثال مهم للاستثمار في الشقق الفندقية، بحيث يتكون الفندق من استديوهات غرفة وصالة، غرفتين وصالة، بإطلالات مختلفة على البحر أو على الشاطئ أو على المدينة، مع توفر جميع الخدمات الفندقية بأعلى جودة، بأسعار تبدأ من 500 أو 600 درهم لليلة الواحدة، 5000 أو 6000 درهم للشهر الواحد، وممكن أن تصل الأسعار إلى 60000 أو 70000 للإيجار السنوي. للمزيد من هذه الفرص، تواصلوا معنا.